بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبنستعين مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذه الانطلاقات والمنافسات الصباحية هنا على أرضية ميدان الشحانية ضمن هذا السباق المحلي الثامن في منافسات سن الإجذاع. على بركة الله مشاهدين الكرام ينطلق رابع أشواطنا في هذا الصباح، شوط خاص بالقعدان العمانيات. نتابع هذه الشعارات المتواجدة والمنطلقة في هذا الشوط. نبدأ مع البداية مباشرة، أتابع أول المراكز وأول المنطلقين، هتان محمد بن ناصر بن شافي القحطاني يتقدم على البداية والصدارة، بينما أتابع السمح القادم مع ثاني المراكز بشعار محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتقدم في هذه اللحظات، بينما أتابع وصول مع ثالث المراكز بواج عبد الله بن حزام بن راشد الزعبي يقدم أيضا شعاره هنا مع ثالث المراكز، بينما أتابع من الجانب الآخر هناك القادم وصل شاهين فاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري يتقدم هنا مع هذه اللحظات، يقدم أيضا اندفاعة شاهين، بينما أتابع الوصول من شعار يريدو يتقدم شاهين وليد بن محمد بن إبراهيم السيد. الله الله الله، هذه الأسماء، هذه الشعارات المتواجدة في شوط العمانيات مشاهدين الكرام. ولكن العودة هناك، العودة مع البداية مع الصدارة هتان. الله يا القحطاني يتقدم هنا، يتقدم مع هتان محمد بن ناصر بن شافي القحطاني مع البداية، ولكن السمح قادم مع ثاني المراكز محمد بن خالد بن عبد الله العطية متقدما من الجانب الآخر، بينما أتابع الوصول والقادم في هذه اللحظات وصل الواعي هنا شعار الدعية القادم مع الواعي جابر بن سعيد بن سالم بن سنيد الدعية، ولكن اسمه جديد هنا يتدخل بواج شعار الزعبي القادم مع بواج يصل مع رابع المراكز عبد الله بن حزام بن راشد الزعبي، وهناك ايضا اسم حاضر اسم خطير. الله الله، يتقدم هنا من شاهين وليد بن محمد بن ابراهيم السيد، يتقدم شعار اريده هنا مع خامس المراكز، ولكن اسماء حاضرة شعارات متواجدة مشاهدين الكرام في شوط العمانيات. الله يا هتان، هتان على الصدارة على مقدمة الشوط محمد بن ناصر بن شافي القحطاني، ما زال على الصدارة، ما زال بالبداية. هناك شعار العطية قادم مع السمح، يصل السمح محمد بن خالد بن عبد الله العطية قادم يغير في هذه اللحظات شعار يريده، هناك من الجانب الآخر يتقدم مع شاهين وليد بن محمد بن إبراهيم السيد، ولكن شوف الأسماء، شوف التغيير السريع في هذه اللحظات، وصل شعار بن قريع يتقدم، هناك شاهين فاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري. الله يا فاران ركز مع هذا التقدم، شوف القادم وصل مهول، هزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري يصل في هذه اللحظات، وشعار الدعية قادم مع خامس المراكز يقدم الواعي جابر بن سعيد بن سالم بن سنيد الدعية. الله يا الأسماء، الله يا التحديات، ولكن العودة هناك، مع البداية مع الصدارة وانطلاقة شاهين، أحد الأسماء القوية
المميزة مشاهدين الكرام يتواجد على البداية وليد بن محمد بن إبراهيم السيد. الله السمح، عاد السمح، عاد السمح إلى الصدارة. محمد بن خالد بن عبد الله العطية يعود، يعود إلى الصدارة إلى مقدمة الشوط. ولكن شاهين، أتابع شاهين، أتابع التحديات، أتابع هنا وصول من الواعي يصل مع ثالث المراكز جابر بن سعيد بن سالم بن سنيد الدعية القادم مع ثالث المراكز، بينما مهول، الله يا مهول، قادم مع رابع المراكز مهول هزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري. الله الله الله، هناك وتابع، وتابع شاهين فاران بن عتيق بن محمد آل بريدي المري قادم مع هذه اللحظات. ولكن إلى أسماء وصل الرهاوي راشد بن سالم بن سعد النابت المري، وهنا شعار الزعبي قادم في هذه اللحظات. الكل قادم مشاهدين الكرام، ولكن السمح، السمح هناك شعار العطية يتقدم في شوط العمانيات في تحدي هذا الشوط، شوط رئيسي هنا مشاهدين الكرام للعمانيات. والسمح ما زال، الله يسمح دروبك يا السمح، السمح على الصدارة على مقدمة الشوط محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ولكن الله شعاري أريده، قادم شاهين، قادم شاهين، اسمه خطير متواجد مع ثاني المراكز وليد بن محمد بن إبراهيم السيد. يتقدم، يتقدم شاهين. الله وصيف الرمز، الله يا شاهين. ولكن تابع، الله هناك الأسماء، هناك التحديات. وصل، وصل شاهين. سعيد بن بطي الزعبي قادم في هذا النداء الأول، يصل، 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 يصل المغامر. ولكن الله السمح، السمح شعار يريده، شعار يريده يغير مع الصدارة. الله الله، شاهين على الصدارة على مقدمة الشوط يغير وينطلق صاحب الرمز، صاحب الرمز في مهرجان الأمير الوالد. الله 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 الله، مع اللحظات الأخيرة يغير شاهين وليد بن محمد بن إبراهيم السيد مع اللحظات الأخيرة. ولكن شاهين وصل بن بطي، وصل الزعبي، ولكن خلاص شعار يريده، شعار الاتصالات يغادر بناموس هذا الشوط مع شاهين. تهانينا والناموس لوليد بن محمد بن إبراهيم السيد على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصل شاهين، سعيد بن بطي الزعبي. ثالث المراكز كان الوصول من السمح محمد بن خالد بن عبد الله العطية. رابع المراكز وصل مشاهدينا الكرام سناب غانب بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري. وخامس المراكز وصل شاهين فاراد بن عتيق بن محمد آل بريد المري. هكذا كانت النتيجة مشاهدين الكرام. نعود بالتوقيت الزمني هنا مع لحظات وصول شاهين، 9 دقائق 14 جزء 14 ثانية، 88 جزء من الثانية. هنا شاهين يسجل أيضا توقيت مميز وأفضل توقيت إلى هذه اللحظات بشعار وليد بن محمد بن إبراهيم السيد. تهانينا والناموس له على هذا الفوز. ثاني المراكز وصل شاهين ب 9 دقائق 15 ثانية، 77 جزء من الثانية. الثانية سعيد بن بطي الزعبي، بينما وصل في ثالث المراكز السمح ب 9 دقائق 16 ثانية، 31 جزء من الثانية. الثانية لمحمد بن خالد بن عبد الله العطية. تهانينا والناموس.